باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك في العقول. الضغوط اللي ممكن تقابل أي حد فينا قد تتحول إلى ضغوط لا تحتمل فجأة. يعني إيه؟ يعني تجد نفسك بتواجه الموت. ليه؟ أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، بس هو كده ضغوط غير عادية. إزاي يعني؟ الكلام ده مش كلام نظري، ده كلام عملي. هقول لكم قصتنا هتقول الكلام. القصة بتاعتنا من البلاد الشيوعية، ده قبل ما الاتحاد السوفيتي ينحل إلى دول. القصة دي بقالها سنوات. القصة بتاعتنا حصلت إزاي؟ ناس عاديين عايشين مع بعض بهدوء، راجل ومراته كبار في السن، والحفيدة بتاعتهم بنت صغيرة جت تزورهم، جابوها أبوها وأمها وقعد معاهم وقاعدين في سلام وهدوء. تقوم توصل أخبار للناس الشيوعيين دول إن هنا في عيلة مسيحية ومرتبطين بالكنيسة وبيصلوا، وبدون أي مقدمات الراجل الكبير ومراته قاعدين ومبسوطين وبيفرحانين وبيكلموا عن ربنا كلام حلو. يفاجئوا تخبيط عنيف على الباب، فتخضوا قالوا ايه ده، وبعدين تخبيط جامد، وبعدين تيتا قالت ايه ده مين بيخبط كده، قال لها ما تخافيش ربنا هيكون معانا هنشوف ده ايه. قال انا هقوم افتح، وفتح الباب ويفاجئ مجموعة من الرجال هجموا دخلوا على البيت. قالوا لهم انتوا مسيحيين؟ قالوا لهم ايوه مسيحيين. يعني لسه بتعتقدوا بالكلام بتاعكم ده؟ صلوا لربنا بتاعكم ده؟ ايوه. وبعدين قالوا طيب انا هنخلص عليكم دلوقتي، ما دام انتوا لسه مخكم ناشف وعايشين في الوهم بتاعكم ده. بعدين الطفله قالت لهم ايوه احنا مسيحيين، ايه ده مضايقكم في حاجه؟ قالت لها مضايقنا، احنا كلنا نعيش بالنظام الشيوعي وسيبنا الكلام بتاع ربنا ده. قالت له طيب يعني ما تسيبونا في حد، لا مش هنسيبكم، هنقتل، والبنت الصغيره دي هناخدها معانا. البنت خافت بس قالت لهم طب ممكن تدونا 5 دقايق نصلي؟ هنصلي؟ يوصلها تعمل لك ايه يعني؟ قالت لهم معلش 5 دقايق بس هنصلي. سكتوا، ربنا سكتوا، قالت صلي يا ست هتعطلينا شويه يلا. والراجل والست لقوا بنت حفيدتهم ركعت على الارض رفعت ايديها وتصلي. الراجل الكبير ومراته جد وتيتا هم كمان ركعوا ورفعوا ايديهم وقالوا يا رب. والبنت قالت يا رب يا رب يا رب شوف هيعملوا فينا ايه، هو انت مش ممكن تحمينا؟ مش انت ربنا اللي بتحبنا؟ احمينا يا رب. والرجاله واقفين يستحكوا ويستهزئوا، والبنت عماله تصلي بايمان، وجد وتيتا معاها بيصلوا. وبعدين قالت له اتصرف يا رب اتصرف يا رب، اعمل اي حاجه يا رب، ما تخليهمش يموتونا يا رب، يا رب اتدخل تعالى. وفجاه يحدث ما لا يمكن تخيله، مش ممكن فوق العقل. يعني عارفين حصل ايه؟ بصوا لقى الناس اللي واقفين الرجاله دول العنفاء دول فجاه طلع من الارض حيطه من النور فصلت بينهم وما بين الثلاثه دول، مش شايفينهم، نور قوي جدا، حيطه نور كلها. اتخضوا قالوا ايه ده، احنا فين، ايه اللي بيحصل ده؟ ومن خوفهم جريوا الرجاله دول وسابوا البيت
الصلاة استمرت، وبعد ما خلصوا الصلاة النور راح، وقفهم لقوا البيت فاضي، قاموا وقفلوا الباب وقالوا يا رب نشكرك، يا رب نشكرك، أنت إله المعجزات، إله بتحمي ولادك، إما إحنا كنا غلابة بس معانا ربنا، أنت ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. جده قعد يقول كده بقى، أيوه هو ده ربنا، وقعد يردد المزمور الحلو ده، إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، وبقى فرحانين جدا، وقعدوا يقولوا يا رب يا رب حافظ علينا وخلي بالك مننا، وقعدوا يصلوا بقى صلاة طويلة كلهم والحفيدة بتاعتهم معاهم، وحاسين إن ربنا إله قوي وقادر ويقدر يحمي قدام أي مشكلة مهما كانت صعبة، مش صعبة على ربنا، ربنا هيفضل يحمينا على طول كل أيام حياتنا. خدام الله الأمناء الحقيقيون لا يكفوا عن تمجيد الله، إذ يعرفون أن الله يحب الشاكرين، وهم يقدمون له الشكر في وقت الضيق كما يقدمون في وقت الفرح، والتسبيح لله بشكر غير مبالين بهذه الأمور الزمنية، سواء كان الوقت حزن أو فرح، بل متعبدين لله إله كل الأزمنة. شايفين الصلاة بتعمل إيه؟ الصلاة بتعمل معجزات، خصوصاً الصلاة الجماعية، لو يكون مجموعة البيت كله واقف يصلي، الضيقة صعبة وهي ما ربنا فوق أي صعوبة، مش ربنا قال كده؟ إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسط، ده وعد ربنا، ده مش كلام، ده وعد إلهي واضح. طب ما نصلي، ما بيوتنا نقف فيها نصلي مع بعض كلنا اثنين ثلاثة أربعة، وقال كده إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي، طب يلا هنجتمع مع بعض ونصلي كل يوم، مش ده حماية كويسة أصلا؟ من بدل ما نستنى لما المشكلة تحصل، ما ربنا يحمينا ويبعد المشاكل عننا، يلا نقوم نصلي من دلوقتي. ده التدريب بتاعنا بقى الأسبوع ده، إن إحنا كل يوم هنقف نصلي، نصلي خمس دقايق. البنت دي قالت إيه؟ ادونا خمس دقايق، ادي لربنا بقى انت خمس دقايق، والعيله بتاعتنا في البيت نقف نصلي قدام ربنا ان شاء الله خمس دقايق بالليل كل يوم، وبكده يبقى دخلنا ربنا في البيت وبركته بقت معانا، واحنا اتعلمنا الصلاه ونحس برب الاجبيه عندك يا اخي، صلي منها حته من صلاه النوم وكلم ربنا، انت واللي معاك في البيت هتحسوا ايد ربنا معانا وهتحمينا. وإذا عجبك التدريب ده خلي معك على طول بقى، عشان تحس بربنا الملجأ بتاعك والحصن بتاعك والحماية بتاعتك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.